برضو العروض اللي هي على حليب الأطفال، احنا بنهتم جدا ان احنا نوضح كل انواع الحليب، حتى برضو حليب الأطفال دي من الحاجات المهمة اللي احنا بنحب نوضحها لو في عروض عليها. في النوع ده اللي قدامنا ده، النوع ده هو اللي نازل عرض، هو نازل عرض اللي هو 900 جرام، نازل من 85 ل 64 ريال. ال 900 جرام منه، هنشوف برضو الاسم تاني، ده الاسم بتاعه سيملاك، اسمه سيملاك جولد 4، ده اللي هو نازل عرض فيه حليب الأطفال يا جماعة، 900 جرام نازل من 85 ل 64 ريال، ده اللي هو نازل في حليب الأطفال. هنشوف برضو لو في نوع تاني، برضو هنا في نوع موجود حليب أطفال، الاسم بتاعه نيورلاك، نيورلاك اسمه نيورلاك، تركيبة غذائية للرضع، دي نازل الحجم بتاعه برضو 900، ده للأطفال اللي هم حتى 6 شهور. هم حتى كاتبين هنا، موضحين هنا، هو حليب نيورلاك المرحلة الأولى، هو تبع المراعي، نازل من 72.5 إلى 60 ريال. يبقى كده في نوعين نازلين على حليب الأطفال اللي هم إحنا شفناهم دول. في نوع تاني برضو، ده اللي على طول بقى بينزل كل أسبوع إحنا بنشوفه، حليب الأطفال ده اللي هو ده مكمل غذائي، فيه بالشوكولاتة، فيه هو كل اللي هنا بالشوكولاتة، فيه بالفانيليا برضو، فيه بالفانيليا، ده نازل من 107 ريال ل 85 ريال. يعني العرض ده كويس جدا على فكرة، لأني أنا دايما كنت بشوفه نازل ل 90 ريال، النهاردة نازل ل 85 ريال. طبعا ده من الأنواع برضو الحلوة جدا للأطفال، هو طبعا كاتبين هنا من 3 سنين ل 10 سنوات، كاتبين عليه من 3 سنين ل 10 سنوات للأطفال، وده الاسم بتاعه. فطبعا في 3 أنواع دلوقتي من الحليب نازل عليهم عرض، اللي هو حليب الأطفال.